مرحبا، أنا إيفين وهذا بودكاست نون. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مع غياب آخر أنوار المدينة وحضور كل أشكال السكينة، تعتريك رغبة حقيقية بالهروب. من ماذا؟ ربما الهروب من نفسك، نفسك التي جبلت على الخطأ. تحاول السيطرة على نفسك، على أفكارك، لكنه الندم. يدور السؤال ذاته في نفسك في كل مرة: أتراه بعد كل هذا يغفر لي؟ أتراني أظفر بعفوه؟ أنت تعلم يقينا أنك لست ملاكا ولست معصوما، ومع ذلك تستعمل في كل مرة طرقا قاسية من جلد الذات، ترهق بها نفسك وتقسو بها على روحك. وقبل أن تنقطع حبال الأمل من النفوس ويخيم على أرجائها القنوط، جاء هذا المثال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. يا الله، الله فرح بي أنا المذنب، لم لا وهو يراك عائدا تائبا نادما مقبلا عليه، فأنت عبده، وما أحب على الله من عبده التائب. ليس عيبا أن يذنب المرء، العيب أن يستحل الذنب ويستبيح المعصية. العيب هو المجاهرة والعند والإصرار على الذنب. وهل تعلم ما الذي أعظم من الذنب نفسه؟ هو أن تظن أن ذنبك أكبر من عفو الله. فمهما تعاظم ذنبك ومهما بلغ، لا تخجل من العودة إلى الله، فقد قال لك: الذنوب جميعا، جميعا أي كبيرا كان أو صغيرا، يكفي أن تعود. فما ظنك بمن قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم؟ أما عني فأنا أذنبت وندمت وخجلت أن أعود، تركت نفسي أصارع الندم وحدي. لم أكن أعلم ما أعلمه اليوم يقينا، لم أكن أعلم أن الله أحن علي من أبي وأمي، أحن علي من نفسي. فما من ذنب يمنع عني مغفرته، ولا من ذنب يمنع حبه. لذلك تعلمت كيف أجاهد نفسي كي أكون في صفوف الذين يحبهم الله، وتعلمت كيف أعود إليه دوما وهو المعتاد على عودتي، وتعلمت كيف أحب الله وكيف أسعى لأرضيه حبا ليس رهبة، فأدعوه دوما: يا الله، أستغفرك من كل ذنب تبت عنه من ثم عدت فيه، وأستغفرك من كل ما وعدتك إياه ثم لم أوفي لك به، وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطه غيرك، وأستغفرك يا رب من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك. ورسالتي اليوم لك: تذكر دائما أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ففر إلى الله فهو الملجأ الوحيد الذي أنت فيه عزيز، وعد إليه دوما، فلا أجمل ولا أحن على قلبك من الشعور بالمغفرة.